السلام عليكم، معكم طلال نقار. حابب أبشركم أنه صدر اليوم كتابي الوجيز في التهوية الآلية، الطبعة الرابعة. هذا الكتاب هو نتاج مشروع عمره 14 سنة حاليا، بدأ بال2006، كان مجموعة محاضرات، حولته بال2007 لكتاب مطبوع. هذه كانت الطبعة الأولى بال2007، أعاد طباعته نفسه بال2010 النسخة الطبعة الثانية، ما كان في تعديل ابدا، حتى بنفس لون الغلاف. بال2014 اعادت طباعته جذريا، اعادت اعداده جذريا، كانت الطبعه الثالثه اللي صدرت بوقتها. كان لون الغلاف ازرق، عدد الصفحات تضاعف من 250 ل 450 صفحه. الكتاب اللي حيصدر، اللي موجود حاليا بالمكتبات، حيكون لونه اخضر. حقيقه صار عندنا كتاب احمر وكتاب ازرق وهلا كتاب اخضر. هذا كتاب كلية مو نفس الكتاب، فقط للتوضيح. وإن شاء الله قريبا حتوافر نسختي عندي. التحديثات اللي عملتها، عملت تحديثات لمواضيع ربما ما يكون لها علاقة بالممارسة البسيطة للمبتدئين، ربما للمتقدمين لفهم أكثر عمقا للتهوية الآلية، مثلا Transpulmonary Pressure، Driving Pressure، Mechanical Power. إضافة لبحث الكوفيد 19، حقيقة حكيت شوي عنه وفق الشيء المتوافر بين إيدي، حكيت عنه بسبتمبر 2020، فربما لازم تنتبهوا على موضوع تحديث المعلومات المستمر بالنسبة لهذا الموضوع إذا كان راح يكون في شيء جديد بالنسبة للتهوية الآلية. الكتاب متوافر حاليا بمكتبة المركز الأكاديمي ABC بدمشق سوريا، مكانها بساحة المواساة، إضافة لمكتبة غسان بنفق المزة اللي هي فرع لهذه المكتبة. بالنسبة لباقي الزملاء بالمحافظات، ممكن يكون يتواصلوا مع هي المكتبة مباشرة، أو ممكن المكتبات الطبية تتواصل مع هي المكتبة ويتم نقل يعني شحن الكتاب للمحافظات ومن خلال وبعدها يتم توزيعه. بالنسبة للزملاء خارج سوريا، الكتاب ممكن يتوافر إن شاء الله قريبا أونلاين بعد ما توافر. أونلاين مقصود فيه إنه بينطلب أونلاين، بيوصل كنسخة ورقية. الكتاب حاليا متوافر هو الطبعة الثالثة، فإذا حدا مستعجل كثير ممكن يطلبه أونلاين أو يصبر شوي لحتى توصل الطبعة الرابعة إن شاء الله للأونلاين. بالنسبة لطباعة الكتاب، هذه المرة غيرت شوي عن الطبعات السابقة. بالطبعات السابقة كنت أطبع على حسابي، هالمرة عملته مشروع جماعي، طرحته على مجموعة من الزملاء. كان تجاوب جيد، حوالي 30 زميل بين أمريكا وخارج أمريكا حقيقة شاركوا جميعا بكلفة إعادة طباعة الكتاب، جزاهم الله خيرا جميعا وإن شاء الله بصحائفهم. حبيت أذكر أسماءهم شخصيا، بالأسماء من محافظ الألقاب: كمال فاكياني، رشا رحمون، فراس بدين، أحمد العواد، أنس الشوى، نديم السادات، بيسان بياري، عبد القادر أشعار، محمد السيد، باسل طراب، جهاد المصري، حسان قدسي، محمد مصطفى الحسين، ماهر حمصي، ملهم الحراكي، مراد الصباغ، رولا الصغير، لينا الرفاعي، مروان الدباغ، هند أزهري، محمد فهر المحمود، عبد الرحيم إسماعيل، وجمال كريم. إضافة إلى مجموعة زملاء أصروا إنه ما يذكر أسمائهم، فجزاهم الله خيرا جميعا. من بين هدول الزملاء حقيقة في حوالي 5 أشخاص ملتقي معهم شخصيا، 2 منهم زملائي من 20 سنة، البقية مثل ما قلنا 3 ملتقي معهم من 2 سنين تقريبا. بقية الأسماء حقيقة في حوالي 4 أو 5 علاقتي فيهم قوية جدا، بس من خلال التليفون ما صار لي نلتقي معهم شخصيا، إن شاء الله بلتقي معهم. بقية الأسماء في ناس ما بعرفهم شخصيا ولا في علاقة من خلال التليفون، مجرد علاقة بسيطة من خلال الفيسبوك. جزاهم الله خيرا جميعا وإن شاء الله بصحائفهم، بشكرهم على منح الثقة وإن شاء الله يا رب يكون بصحائفهم. بالنسبة لسعر طرح الكتاب، حقيقة سعر التأليف أنا طالع برا المعادلة، سعر الطباعة طلعناه برا المعادلة، بيبقى سعر التوزيع حينزل الكتاب إن شاء الله بسعر 1000 ليرة سورية حاليا حتى إشعار آخر، هالشي قابل للتعديل حسب الظروف. أخيرا بتشكر الزملاء بمكتب دار المنجد، الأخ أسامة ومحفوظ، إضافة إلى بلال، كان مساهمتهم فعالة بإعداد الكتاب، جزاهم الله خيرا جميعا، سهلوا كثير علي بالأمور اللوجستية مثل ما بيقولوا. آخر شيء بتمناه هو دعاء صادق بظهر الغيب. الشيء اللي بيهمني هو إن شاء الله مريض يستفيد على هذا الكتاب من خلال طبيب يقرأ فيه، هذا هو الشيء اللي بتأمله، هذا هو الشيء اللي إن شاء الله بيكون خير في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.